من الرباط تنضم إلينا فدوى المرابطي مراسلة الغد. فدوى، ماذا بعد الاستدعاء؟ هل كشفت وزارة الخارجية المغربية عن خطوات مغربية رسمية بعد عملية الاستدعاء؟ نعم، لحضرتك على عليك، ليست هناك إشارة إلى أي خطوات، يعني هي هناك أزمة، ولكن هذا ليس الإجراء الأول من نوعه. نتذكر، نرجع إلى الوراء، يعني في زيارة وزير الخارجية الهولندي إلى المغرب ولقائه بالسيد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، فتم نقاش هذا الموضوع، وقد عبر خلال هذا اللقاء السيد ناصر بوريطة يعني عن رفضه لأي تدخل أجنبي فيما يخص ما يتعلق بالمغرب وفي سلية القضاء. أيضا عقد أحكام التي صدرت في حق المعتقلين على خلفية أحداث المكانة. الوزير الهولندي قد أدى يعني قدم تصريحات وتعليقات على هذه الأحكام، وكان نفس الإجراء كان أيضا تنبيه إلى هولندا عن طريق سفارتها بالمغرب، إلى أن هذا يعد تدخلا ومسا بأمور داخلية ومسا أيضا في القضاء الذي يعد رمزا من رموز السياده الوطنيه. في هذا اللقاء الذي جمع السيد ناصر بوريطه بالسيده السفيره المغربيه، اكد تم التاكيد على ان التقرير الذي تقدم به وزير الخارجيه الهولندي امام البرلمان الهولندي في لاهاي، انه قدم معلومات يعني مغلوطه وحقائق يعني غير حقيقيه، وانه تدخل كما سبق قلت في مبدا في شان داخلي لبلاد اجنبيه، الا وهو القضاء، وخاصه واننا نعلم ان الاحكام يعني في احكام ابتدائيه وما زالت هناك مراحل تقاضي اخرى. حسب يعني ما بلغنا من معلومات انه وزاره الخارجيه المغربيه تشكي الى تعليق لقاء كان مرتقبا بين الطرفين، بين وزير الخارجيه المغربي ووزير الخارجيه الهولندي على هامش الجمعيه الامميه للامم المتحده في اواخر هذا الشهر، والى حدود الساعه ننتظر ماذا سيصدر عن وزاره الخارجيه المغربيه. هل سيكون هناك بيان؟ هل سيكون يعني او اي اجراء اخر؟ لكن الى حدود الساعه لم يصدر اي اجراء رسمي بهذا الخصوص، فقط يعني رساله يوجهها المغرب لهولندا بعدم. نعم، يعني إلى الآن فدوى، هي توقعات بإجراءات دبلوماسية تتخذها الخارجية أو المغرب بشكل عام تجاه هولندا فيما يتعلق بهذه المسألة. شكرا جزيلا لك فدوى المرابط لمراسلة الغد، كنت معنا من الرباط.